النهارده كان في مؤتمر هام لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، تناول ملف بيمس اغلب المواطنين وهو ملف الدعم، خاصه مع توجيه الحكومه للتحول من الدعم العيني المتمثل في السلع الاساسيه الى الدعم النقدي. طبعا رئيس الوزراء اعلن خلال المؤتمر الصحفي الموافقه على ترشيد الدعم على رغيف الخبز المدعم ليصبح سعره من 5 قروش الى 20 قرش، وده اعتبارا من بدايه الشهر يعني من يوم السبت المقبل. رئيس الوزراء اكد انه منظومه الخبز المدعم لم يتم المساس بها منذ اكثر من 30 عام، على الرغم من ارتفاع تكلفة رغيف الخبز على الدولة إلى 1.25 جنيه في الوقت الحالي اللي بتبيعه للمواطنين ب5 قروش، يعني تكلفة رغيف العيش الفعلية على الدولة 1.25 جنيه. رغيف العيش بيتباع ب5 قروش، وده يمكن على مدار 36 سنة اللي فاتوا كان سعره ثابت، لكن المفترض انه بداية من يوم السبت القادم رغيف العيش مش هيبقى ب5 قروش، هيبقى ب20 قرش، لكن مازالت نسبة الدعم على رغيف العيش اللي بتدفعها الدولة موجودة، لانه بيكلف الدولة 1.05 جنيه. هنشوف بس جزء من المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء وبعدين نرجع نتكلم بشكل اكثر تفصيلا على هذه الخطوة وهذه القرارات. لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ أكثر من 30 سنة. منذ أكثر من 30 سنة لم يتم التحرك في هذا الموضوع. في على مدار ال 30 سنة سعر الخبز تضاعف، مش عايز أقول كم مرة، يمكن عشرات المرات منذ يعني أو عدة مرات منذ وقت ما كان من أكثر من 30 سنة كان سعره قد إيه على الدولة، والنهاردة وصل لسعره قد إيه. وبالتالي الكلام ده حمل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جدا، وبالتالي كان كل هدفنا إن احنا مجرد نقلص هذا الدعم بصورة قليلة. وزي ما أنا شرحت الحقيقة لحضراتكم، ويمكن معالي الوزير هيشرح بالتفصيل بعد ما اتكلم، تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية النهاردة هو 1.25 جنيه. 1.25 جنيه وبيتباع النهاردة ب5 قروش. وبالتالي الدولة بتتحمل 120 قرش على الرغيف الواحد. فالرقم ده مع متوسط في حدود 100 مليار رغيف في السنة، بنتكلم أكثر من 125 مليار أو 120 مليار جنيه النهاردة دعم للخبز. فكان لازم النهاردة أن يحصل تحريك في هذا الجزء لمجرد تقليص الدعم. وبناء على هذا الكلام اتخذ مجلس الوزراء النهاردة قرار برفع سعر الرغيف الخبز المدعم إلى 20 قرش اعتبارا من بداية الشهر. مصر بتنتج يوميا 275 مليون رغيف خبز مدعوم. من العام 1988 يعني من 36 سنة سعر رغيف الخبز ثابت وهو 5 قروش فقط لا غير. الحكومة بتقول إنه الخبز المدعم بيكلف الموازنة في الوقت الحالي 120 مليار جنيه سنوياً، ده 120 مليار اللي بيروحوا لدعم الخبز علشان يصل إلى المواطن، أو كان بيصل إلى المواطن ب5 قروش، لأن الدولة فعلياً بتدفع فيه 1.25 جنيه في الرغيف الواحد. إذن كانت بتتحمل الدولة كل هذه المليارات علشان تقدم للمواطن الخبز المدعوم. 71 مليون مستفيد مصري من منظومة الخبز، في 71 مليون مواطن مصري بيستفيدوا من هذه المنظومة، من هذا الدعم. نصيب الفرد المستحق للدعم إلى 5 أرغفة يوميا، يعني كل مواطن ليه 5 أرغفة كل يوم بيحصل عليهم، وبالفعل ال5 أرغفة بيكونوا عيش مدعم. عندنا في مصر 30,000 مخبز، ده على مستوى الجمهورية تقريبا. نتكلم في انه حجم رغيف الخبز بيصل الى مفترض يكون 90 جرام. كمان الحكومة بتقدم دعم لأصحاب المخابز، بتتكلم في 30 مليون جنيه يوميا علشان تقدم لهم الدعم عشان يقدروا يوفروا هذا الخبز للمواطنين بهذه التكلفة. طبعا خلينا نقول بس ان في فرق ما بين الخبز اللي عليه دعم واسعار الخبز السياحي اللي في يعني المخابز السياحيه، اللي بنتكلم على انه ممكن يوصل الرغيف 1 جنيه بقى 1.5 جنيه 2 جنيه على حسب نوعيه الرغيف على حسب وزن الرغيف، دي قصه تانية خالص.